السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بألفخير. معكم زكية الفيري من قناة ويت زكي ناز. وصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة عن فقرات. غادي نحط لكم ان شاء الله سلسلة ديال فقرات بمكونات مختلفة، منها الاقتصادي وكاين لي شوية بريستيج. الوصفة ديال اليوم غتكون ان شاء الله فقاس بالكوك والبرتقال. قبل ما نبدا في الوصفة كنتمنى انكم تسجلوا في القناة ديالي وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد الا كنتوا باقي ما تسجلتوش. الناس جداد ما تنساوش لي لايك والتعليق ديالكم باش تكبر القناة، و يا ريت تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي. نبداو على بركه الله في المقادير. غنحتاجو ان شاء الله 150 غرام ديال سكر حبيبات او سكر سنيده، 100 غرام زبده حيوانيه من النوع الجيد بدرجه حراره المطبخ. هنا الكوك من النوع الجيد مطحون، غنحتاجو 100 غرام. قبصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخميره كيماويه خميره الحلويات، معلقه كبيره ديال قشر البرتقال، بيضه واحده بدرجه حراره المطبخ دائما. هنا اختياري انا باش نعزز النكهه ديال البرتقال استعملت البرتقال المعسل، كتقطعو رقيق، يعني تقدروا تاخذوا واحد 5 غرام كتدي لكم بزاف وما احتاجيتهاش كامله، يعني غادي ندير فيها شويه. وهنا نصف كاس بعبر العنبه ديال عصير البرتقال والدقيق هنايا حسب الخليط. غنبداو في الوصفه، غناخذوا اناء فاش غادي نخلطوا كل شيء. غنبدا اول حاجه بالزبده، الملحة، غير قبيصة، سنيدة، غادي نخدم المكونات. ملي كتكون الزبدة بدرجة حرارة المطبخ كتكون سهلة علينا أننا نخلطو عادي. غادي نضيف البيض، بيضة واحدة، غادي نلوح هو الاول قشر البرتقال، يا سلام رائحة ديال البرتقال راه طيارة كما كتعرفوا فيها زيوت طيارة. هنا غادي نضيف الكوك ديالي اللي مطحون، كان واحد الاستفسار جاني بالنسبة واحد الأخت ما تعجبهاش لي فخوي كونفي، قالت لي باش ممكن نعوضو في داك بيسكوي ديامونتين. هنا أنا ممكن نقولك غادي تعوضيه بالبرتقال، بقشر البرتقال المعسل. لون غزال، كنضيف هنا عصير الليمون او البرتقال، الليمون بلاجه ديالنا حنايا
ولكن إذا جات المشاريق إلا قلت لي ما غتحوش الحامض. كنبدا نضيف شويه بشويه كنسب خير حسب الخليط، يعني ما عرفتش شحال غادي يهز ليا. الله 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 على الريحه طالعه، يا سلام، وحتى اللون ما شاء الله. دابا غادي نضيف الخميره باش ما نعاودش ننساها. العجين ديالي ها هو، غادي نصاوب منو حرابل. غادي ندير فيلم اليمونتير او كلاسيك غذائي. هاد الطريقة اللي فاتت شفتوها معايا في الفيديوهات السابقة ديال البسكويت ديامونتين، و كندخلوهم للمجمد واحد ساعة هكاك حتى ساعتين، المهم يجمدو مزيان باش يسهل علينا اننا نقطعوهم. كنبقاو مستمرين بهذه الطريقة حتى غادي نكمل ونقطعوهم ونوضعهم في الفرن. الفرن طبعا مسخن من قبل، و ملي كنديرهم في الفرن ديك الساعات نهبط العافيه. راكم عارفين هادشي الحلويات اللي كيكون فيهم الزبده كيكونوا دغيا تيطيبوا، فانا دو بالي من هاد المساله. تنرجع معكم في التقديم النهائي ان شاء الله. هادو الحرابل ديالي من بعد ما جمدوا، خاص واحد المعلومه انه بداو تجبدوا حربول بحربول، يعني تتقطعوه دوائر عاده باش تجيبوا الحربول الاخر لانه فيه زبده ودغيا كيدو. حاجه اخرى، انا غادي تحاولوا تقطعوه واحد جوج سنتيم بحال هكا في العرض. ملي يكون عندكم هاد الشناتف بداو ديروا ليه بحال هكا بحال الا كتجبروه فقط، وكتستمروا بهذه الطريقه بحال هكا. نصيحه اخرى بالنسبه للفرن، ردوا له البال بزاف لانه دغيا كيطيبوا، يعني ما تحاولوش ديروا شي حاجه وحده اخرى من غير انكم تقابلوهم. حيت انا الاولين شدوا ليا، ديجا بديت وكنطيب. حاجه اخرى شنو هي تاني، يعني هادو النصائح اللي خاصكم تردوا ليهم البال في الطياب. اللون يكون ذهب غير شويه، غادي تشوفوا من بعد كيفاش انا طيبتهم، ذهب غير شويه باش كيبقى محافظين على هاد اللونين ما شاء الله اللي كيجي غزال. لاطا ديالي انا ديجا بديت فيها، ها نتوما كتجي بهذا الشكل كما كتشوفوا. غادي ندخلها الفران ديالي وغادي نعاود نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي. الفقاس ديالي من بعد ما خرج من الفران كيجي على هذا الشكل مذهب، لون رائع، يعني ردوا له البال مزيان لانه دغيا كي
كيتحمر لانه فيه زبده وفيه حتى الكوك فهو ميدوم. حاجه اخرى لاطا تكون مدهونه بالزيت باش ما يشدش لكم الفقاس ما يلصقش. كنتمنى وصفه اليوم تكون راقتكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم واللايكات ديالكم. كان عندكم اي استفسار خليو ليا في التعاليق نجاوب عليه بكل سرور. الناس جداد مرحبا بكم، ما تنساوش تسجلوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وكذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم والاحباب باش تعم الفائده وباش تكبر القناه. في انتظار الفيديو القادم اخواتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.